الزميل نايف سعود البلوي. مشاهدين الاعزاء متابعين الكرام، على بركة الله ينطلق ثاني اشواطي هذا المساء. اول اشواط الابكار اللي جاي المهجنات الاصايل. هنا مسافتنا المقررة هي 5 كيلومترات من خلال 13 شوطا في هذه الامسية، مباشرة مع الشاهينية من هجن الرياسة، راشد بن محمد بالسم المنصوري من يقدم هذا الاسم، ومن ينطلق ايضا مع المركز الاول والصدارة الاولى، بينما انتقل مباشرة هنا الى المركز الثاني ليجد الشاهينية من هجن الرياسة. يتواجد راشد بن محمد بالسم المنصوري من قدم لنا الشاهينية في الشوط الماضي واستطاع الفوز والانتصار بأول أشواط هذه الأمسية. وصلت هملولة على المركز الثالث في هذه اللحظات من هجن الرياسة. علي بن ميل الوهيبي يقدم هملولة على المركز الثالث. النقلة مباشرة إلى المركز الرابع، أيضا تأتي هملولة من هجن الرياسة. علي بن ميل الوهيبي الظافر من يقدم هذه الأسماء القوية والعملاقة، بينما الاسم القادم هنا مشاهدين الاعزاء متابعين الكرام على المركز الخامس شواهين من هجن الرياسة، محمود بن محمد بن سالم الوهيبي تواصل ايضا ليقدم هذه النوعيات الرائعة والجميلة على المركز الخامس. انتقل مباشرة هنا الى المركز السادس مشاهدينا الاعزاء متابعين الكرام لاجد الشاهينية. هنا تاتي على المركز السادس ليسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم، سعيد بن عبيد بن سعيد السبوسي يضمرها، وهنا وصلت بتصوغان في هذه اللحظات والشاهينية لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن رايد المكتوم. عبد الله بن سالم المسافري في عملية التضمير والتدريب، نقلة إلى بشاير لسمو الشيخ الهيان بن ذياب السيف الهيان الصادق فضل الأمين في عملية التضمير والتدريب. سلهود القادمة بشعار سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد بن سعيد المكتوم. طارش بن مبارك بالقوبع في عملية التضمير والتدريب. هكذا نتيجتنا ونيدان الأول مشاهدينا الأعزاء متابعين الكرام. مقدمة الشوط الصدارة الأولى تتزين أيضا باللون الأحمر هجن الرياسة، من تأتي بهذه الانطلاقة الشاهينية والشاهينية على مقدمة هذا الشوط. تأتي أيضا بشعار هجن الرياسة لياتي المستحيل راشد بن محمد بالسم المنصوري من يقدم هذه الانطلاقة على المركزين الاول والثاني. يقدم الشاهينيه والشاهينيه تاتي ايضا بهذا الانطلاق الجميل والرائع، وانتقل مباشره الى المركز الثالث. وصلت هملوله في ثالث المراكز لهجن الرياسه. علي بن ميل الوهيبي يضمرها، انتقل للمركز الرابع. الدخول ايضا من شواهين لهجن الرياسه، محمود بن محمد بن سالم الوهيبي يتواصل ايضا ليقدم هذا الاسم. الشاهينيه تدخلت على المركز الخامس لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم. سعيد بن عبيد السبوسي يضمرها، الوصول من هملوله من هجن الرياسه الظافر علي بن ميل الوهيبي في متابعه رائعه وجميله، بينما الدخول من الجانب الاخر. وصلت بشاير في هذه اللحظات لسمو الشيخ الهيان بن ذياب السيف الهيان الصادق فضل الامين في عمليه التضمير والتدريب. هكذا مشاهدينا متابعينا الكرام متابعي قناه تياس الرياضيه نسير ونعود الى مقدمه الشوط. بدانا نقترب من بوابة الكيلومتر الأخير. هجن الرياسة على صدارة، هجن الرياسة على المركز الأول. تأتي الشاهينية هنا في المقدمة في المركز الأول لهجن الرياسة. أيضا يتواجد راشد بن محمد السم المنصوري ليقدم هذا الاسم في مقدمة هذا الشوط، في هذا الانطلاق الكبير، في هذا التحدي المثير. الشاهينية على المركز الثاني أيضا من هجن الرياسة، تأتي بشعار هجن الرياسة ليتواجد المستحيل لراشد بن محمد بالسم المنصوري. المركز الثالث وصلت شواهين بهذه اللحظات لهجن الرياسة، محمود بن محمد بن سالم الوهيبي من يقدم ايضا شواهين على المركز الثالث. هكذا النتيجة، الثلاث المراكز الاولى، المركز الرابع هملولة من هجن الرياسة علي بن ميل الوهيبي. 500 متر الاخيرة، الله الله
الله الله الله الشاهينية والشواهين القادمة أيضا لهجن الرئاسة. هناك يأتي المستحيل وهنا البروفيسور يقدم انطلاقة رائعة وجميلة. محمود المحمد السالم الوهيبي يقدم هذا الانطلاق على المركز الثاني، العودة إلى الصدارة. الشاهينية على المركز الأول، أبو ذياب يبحث عن النقطة الثانية على التوالي ليقدم الشاهينية من مؤسسة هجن الرئاسة. تهانينا والناموس لهجن الرئاسة على هذا التألق، على هذا الفوز والانتصار. هذه هي الشاهينية مشاهدينا الأعزاء متابعين الكرام، تهدي هجن الرئاسة ومضمرها راشد بن محمد بالسم المنصوري. هذا الفوز والانتصار، لحظات الوصول مشاهدينا الأعزاء متابعين الكرام. ما شاء الله تبارك الله، الشاهينية في المركز الأول لهجن الرئاسة، المركز الثاني شواهين من هجن الرئاسة، والمركز الثالث شاهينية من هجن الرئاسة. المركز الرابع تأتي هنا هملولة من هجن الرئاسة. مشاهدينا الأعزاء متابعين الكرام، بينما اللي في المركز الخامس وصلت هناك اللي هي بشاير لسمو الشيخ الهيان بذياب السيف الهيان بقيادة الصادق فضل الأمين. تهانينا والناموس على هذا الفوز والانتصار. هكذا مشاهدينا الأعزاء متابعين الكرام، شاهدنا هذا الانطلاق القوي والتحدي المثير. تهانينا لهجن الرئاسة على فوز الشاهينية بالمركز الأول. تهانينا لراشد بن محمد بالسم المنصوري يضيف النقطة الثانية في هذه الأمسية الرائعة. مشاهدينا الأعزاء التوقيت الزمني من الزميل والمخرج أسامة الهواري، نسير هنا من خلال هذه الاندفاعات القوية والتحديات المثيرة. هذه هي الشاهينية تقطع مسافة السباق في 7 دقائق 27 ثانية وفاء وتماما وكمالا، تسجل التوقيت الأفضل بالفعل. مشاهدينا الأعزاء متابعينا الكرام، بينما اللي في المركز الثاني وصلت هنا مشاهدينا الأعزاء متابعين الكرام 7 دقائق 29 ثانية جزئين من الثانية. تهانينا أيضا هجن الرئاسة على فوز شواهين بالمركز الثاني، محمود بن محمد بن سالم الوهيبي على هذا الفوز والانتصار. المركز الثالث الوصول أيضا من خلال هذا الاندفاع الكبير من أيضا الشاهينية، 7 دقائق 34 ثانية 4 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس لهجن الرئاسة، والتهنية لراشد بن محمد السم المنصوري.